يقولوا كلما اتسعت الرؤية طاقة العباد كلما كان الخطر كبير. في الحلقة القادمة من كسر عظم السراديب. والله رح جني يا رجل. بيكون عامل حسابه بس وين بدي يروح يعني؟ خسارة هالبلد. معقولة ما يضل فيها شباب؟ أبو دياب مين أنت لحتى تقرر إذا كان أبو راجي من الحي ولا ما أنه من الحي؟ أحسنت يا بابا، هي حياتك. لا بلّب تكني خاسي. كسر عظم السراديب الليلة 9 مساء بتوقيت القدس على العرب 2.